الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. قال الشيخ رحمه الله: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد، وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا، وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. يقول الشيخ: يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد. إذن هذه القاعدة الأولى، يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد. القسم الأول: جاء زيد راكبا ضاحكا. راكبا وضاحكا حالان من زيد، والعامل فيهما جاء. القسم الثاني: لقيت هندا مصعدا منحدرة. مصعدا حال من التاء، لقيت، ومنحدرة حال من هند، والعامل فيهما لقيت. وقال الشاعر: لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصاب مغنما. إذن كلمة خائف حال من ابني، منجديه حال من أخويه، والعامل فيهما لقيا. هذه القاعدة. فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به. إذا ظهر المعنى نعيد كل حال إلى صاحبه الذي يليق به السياق. وعند عدم ظهوره، أي ظهور المعنى، يجعل أول الحالين لثاني الاسمين، وثانيهما لأول الاسمين. لقيت زيدا مصعدا منحدرا، مصعدا حالا من زيد، ومنحدرا حالا من التاء. الآن عندنا، يقول الشيخ، تنقسم الحال إلى مؤكدة ومؤكدة وغير مؤكدة. إذن عندنا الحال قسمان: مؤكدة وغير مؤكدة. المؤكدة ما أكدت عاملها، ما أكدت مضمون الجملة. وغير المؤكدة ما سوى هذين القسمين. ما أكد عامله: كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر. لا تعث في الأرض مفسدة، كلمة تعث ومفسدة كلاهما معناهما واحد وان اختلف اللفظ. ثم وليتم مدبرين، وليتم مدبرين معناهما واحد واللفظ مختلف. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مثل ولا تعث في الأرض مفسدة. إذن كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا هذا هو الأكثر. كل وصف دل على معنى عامله ووافق لفظا وهو دون الأول في الكثرة. وأرسلناك للناس رسولا، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. مسخرات. الآن عندنا، يقول الشيخ في الباب الأخير، وهو ما أكد مضمون الجملة: وشرط الجملة أن تكون اسمية، وجزآها معرفتان جامدان. زيد أخوك مبتدأ وخبر عطوفا هو الحال. أنا مبتدأ، زيد خبر معروفا حال. أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري. عطوفا حال منصوب بفعل محذوف وجوبا أحقه عطوفا. معروفا حال منصوب بفعل محذوف وجوبا أحق معروفا. المسألة الأخيرة: ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة. فلا تقول عطوفا زيد أخوك، ولا معروفا أنا زيد، ولا توسطها بين المبتدأ والخبر. فلا تقول زيد عطوفا أخوك. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات الثلاثة. وصلى الله على محمد.